بسم الآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. المسيح قام. كريستو ريسوسيتو. لازم تتعلموا اسبانيولي لحتى تجاوبوني، لأنه هالكلمة عزيزة على قلبي ورح تبقى عزيزة على قلبي، إنه نقدر نقول كلمة الإنجيل بكل لغات العالم ونقولها بهاللغة اللي أنا ولدت هونيكي بفنزويلا وخدمت بهالأبرشية اللي اسمها الأرجنتين، وربنا راد إني أرجع أحكيكم بالعربي. كنت بعيد وصفيت قريب، نشكر الله على نعمته. رح أبقى بعيد ورح أبقى قريب من رعايتي، من أبرشيتي بالأرجنتين ومنكم أنتو هوني، لأنه الأسقف بالحقيقة في الكنيسة منه لذاته ومنه بس لشعب، هو خدمة المسيح اللي قام فيها لكل البشرية، وأنا موجود بخدمته بخدمة الإنسان. ما بعرف شو بدي لكم اليوم، فيني أعمل مثل هالمخلع اللي قرب منه المسيح وصار المسيح يدردش معه، وفيني دردش مع ربنا هلأ وقل له كتير أشياء، مثل ما خبر وقصته هالإنسان أني أنا صار لي 38 سنة منتظر وقصتي صعبة ولازم نافس غيري وما بلحق لهم ورح ضلني انتظر. قصة بسيطة، كل واحد منا عنده قصة من هالنوع، انتظار معين موجود بحياته وبيريد ينتظر أنه يقوم وما بيعرف كيف فينه يقوم ومين بده يقومه وممكن أنه الإنسان يقوم. هي الحقيقة كل قصة هالقيامة عصيرة الهضم، كيف فينا نستوعبها؟ الحقيقة هي اللي بتستوعبنا، نحن ما فينا نستوعبها، قد ما دورنا وقد ما فتشنا وقد ما عملنا هي عطية، ولأنه عطية ما بتجي منا، بتجينا، تنعطانا، ناخدها، منصير ناكلها، ناكلها مثل هالطفل الصغير اللي معه ببروني تعطيها يا أمه وبصير يشرب هالحليب. هيك القيامة بتفوت بحياتنا. إذا تعلمنا ناخد الببرونة تتغير قصتنا، منصير منعيش، منصير مننمى، منصير نتغذى. فينا تبقى القيامة برات حياتنا من دون هالبيبرونة، بس الولد محكوم عليه إنه يموت، وهيدا واقع منعرفه بحياتنا البيولوجية، بحياة العالم كلها سوا. الإنجيل فينه يكون عصير الهضم بحياتنا وفينه يكون سهل كتير بحياتنا. كيف فينا نقربه لبعضنا البعض؟ كيف الله فينه يقرب لنا كلمته ومشيئته لحياتنا؟ لأنه كتير سهل علينا نعمل مثل هالشباب اللي موجودين مع يسوع، عم بيراقبوه ويحاكموه ويدينوه. كيف بتعمل هالشي نهار السبت؟ ناس بيعرفوا بالله وبيعرفوا بالدين وبيعرفوا يحاكموه لالله ويحطوه بعلبة عقياسهم أو بيحطوه بجيبتهم، ما تواخذوني على التعبير، بس كتير أحيان نحن نفسنا نشبههم، نشبههم بحكمنا على الله بفعله بالتاريخ بحياتنا، نحكم عليه بجسده اللي هي الكنيسة، نحكم عليه بخدامه اللي نحن غير مستحقين. كتير سهل إنه نحن منظن إنه فينا نعلي بالروح القدس ونوجهه مثل ما منريد ونقول له شو لازم يعمل، بس يمكن هالإنجيل اليوم بيعلمنا إنه نكب هالمنطق هيدا، هالضعف اللي عنا إياه اللي منحب إنه الله ما يفزعنا، ما يغيرنا، ما يقرب كتير منا ويزعجنا. نحن منزعجه بطلباتنا دايما، بس ما منريد كتير إنه هو يجي ويزعجنا ويدق بابنا، لأنه متكمشين بنفسنا، خايفين، أحيان واسقين كتير من ذاتنا أكتر من اللزوم لدرجة إنه ما منريد نغير.
وهيك صعب القيامة تفوت لحياتنا. ففي طريقة أنه نحكي مع يسوع ويسوع يقرب معنا ويدردش معنا، بس في طريقتين موجودين بالأعمال الرسل سمعناهن اليوم، حيث الإنسان ما بيحكي مع يسوع، ما في حديث. المقعد اللي صار له كانت من سنين أمام الهيكل كان صامت. قرب منه بطرس وقال له باسم يسوع بشفيك، احمل هالفرشة. وظبية طبيصة اللي كانت ميتة واللي كمان بيقرب منها بطرس بعد ما ركع وصلى وبينشلها وبيوقفها وبيقدمها لأهلها. يمكن ما كتير بهم إذا منعرف نحكي مع يسوع أو ما منعرف نحكي مع يسوع، بس كتير مهم إن نعرف إنه هو بمتناول اليد، بعيد وقريب. رح يضل بعيد لحتى ما نحن نحطه بجيبتنا ونعمله عزوقنا، بس رح يكون كتير قريب لحتى يجعل من حياتنا فيها حياة جديدة، حياة جديدة كلياً. فينا نقبله ليسوع هيك؟ ساعتها عنا التزام، التزام إنه ناخد هالبيبرونة. شو هي هالبيبرونة بشكل بسيط؟ 3 نواحي. شو هني هال3 نواحي؟ أول ناحية شفناها بالإنجيل هي إنه الإنسان يلتقي يسوع. تاني ناحية إنه الإنسان يعني يلتقي يسوع يعني يؤمن فيه. تاني ناحية إنه نذكر اسم يسوع، نذكره لألو باسم يسوع المسيح أشفيك، هيك قال له بطرس. المقعد من 38 سنة قال لهم لليهود إنه هو يسوع المسيح، اسمه هو، ما حدا تاني. فأول شغلة الإيمان، تاني شغلة فعل القيامة اللي هو اسم يسوع المسيح، وثالث شيء حياة القيامة اللي بيقول الرب يسوع لهالمقعد من 38 سنة لا تعد تخطئ، ما نرجع على الخطية. هولي 3 مستويات اللي فينا نعيش فيهم كل انتظار. أي انتظار بتريدوا بحياتكم الشخصية، بحياة أسرتكم، مع أولادكم، مع أهلكم، مع نفسكم، مع أزواجكم، بحياة رعاياكم، بحياة الكنيسة، بكنيستنا الأنطاكية، ببلادنا، بلبنان، بسوريا، بالأرجنتين، وين بتريدوا؟ هول 3 مستويات المطلوبين: الإيمان، ذكر اسم يسوع على الصلاة، وثالث شغلة أنه لا تعد تخطئ بعد حتى ما يصير فيك أشر. بيروح الشر بتجي القيامة. إذا بناخد هالبيبروني منصير فرحين وسعداء وخدام ليسوع المسيح مثل بطرس. كيف بيسترجي بطرس؟ هيدا بيني وبينكم، انه يشوف واحد مقعد ويطلع فيه هيك مثل كأنه يسوع عم بيقول له باسم يسوع اشفيك. قوم. مين بيعمل هاي؟ مين بيروح بيشوف واحد ميت بيطلع فيه بيركع بيصلي ويقول له قوم؟ عم تستوعبوا شو يعني القيامة؟ ما في غير يسوع بيعمل هالأشياء. مشان هيك هالأشخاص اللي شافوا حادثتي الشفاء، المقعد من 8 سنوات والميتة طبيصة، آمنوا بالرب. هيدي الدرجة الأولى، شافوا فعل اسم يسوع بالدرجة الثانية. وهالتهليل اللي عاشوه كون الجماعة المسيحية الأولى ثبتهم بالبعد عن الخطيئة ويكونوا مجتمعين سوا مع بعضهم البعض، مع بعضهم البعض. يمكن لازم نشدد على فعل الروح القدس بحياة الكنيسة، ونعرف أول شيء بعد أن نؤمن بيسوع نذكر اسمه ونتعلم نركع ونصلي. ما تعلمنا بعد نركع ونصلي، بس الصعوبات بتعلمنا نركع ونصلي. وأنا بشكر الله أنه بكنيستنا في كتيرين مجهولين،
بيركعوا بيصلوا وبيرفعوا إيديهم، ما بس بيركعوا بيصلوا، بيرفعوا إيديهم، والرفع الأيدي بيقبلوا الرب يسوع لحتى يفتدي أولاده المتعبين المعذبين اللي مثل هالمقعد ما بيقدر يتحرك، متعلمين ينافسوا بعضهم البعض، ما متعلمين يحبوا بعضهم البعض. يعني شغلي هالقيامة شغلة كبيرة. أنا كتير متأثر أني موجود أمامكم وأمام محبتكم، لأن كلكم منتظرين مني شي كلمة وشي جديد وشي بيساعد، بس أنا إنسان ضعيف مثل هالمقعد مثلكم أنتو. بس في فرق بين المقعد واللي بيضل مقعد والمقعد اللي أنتو قاعدين عليه. كنيستنا الأرثوذكسية بتعلمنا كل شيء قلتلكم إياه على هالمقعد اللي أنتو قاعدين عليه. المقعد اللي أنتو قاعدين عليه هو مقعد صلاة أول شيء. يعني الكلمتين حلوين بالعربي، مقعد ومقعد. بتحبوا تغيروا محلكم من مقعد لمقعد؟ شغلة بسيطة صارت، إنه بدل ما الإنسان يكون منتظر بلا معنى، من دون رجاء، من دون صلاة، وكأنه الله لا زال في القبر لم يقم من بين الأموات، نتحرك ومنصير نقعد على المقعد ومنصلي ليسوع ومنذكر اسمه. ولكن بس نصير نذكر اسم يسوع ما بقى فينا نبقى مثل ما كنا، مستحيل، لأنه يسوع والخطية ما فينا يكونوا مع بعضهم، لأنه هو غلب الخطية ومحل الخطية حط فعل الروح القدس اللي خلى بطرس يقول لفلان قوم ولفلانة قومي. منريد نقوم بالكنيسة لازم نقعد على المقعد، نرجع على الكنيسة ونتعلم نصلي بهالمحل، هيدي مدرسة مشان البيبروني، هيدي مدرسة مشان البيبروني. عم بستعمل صور كتير بسيطة، الصغير بيعرفها والكبير بيحبها، لأنه أولادكم هيك بيكبروا قدامكم وأنتوا نفسكم كبرتوا بهالطريقة. ما فينا نمزح مع يسوع، بس فينا نحبه ليسوع ونكون جديين مع يسوع. يعني أنا ما عندي طلب تاني لنفسي ولألكم غير أني شارك هالكلمة بهالبساطة هيدي. محتاجين أن نقوم، رايدين أن نقوم، منحب نتعلم أن نقوم، منا أساسي لنعلم حدا، نتعلم مع بعضنا البعض ومنقوم مع بعضنا البعض ومنشكر الله مع بعضنا البعض. في كتير حاجة لقلنا في الكنيسة كل واحد منا أنه يعمل هالتمرين، يحب يعمل هالتمرين، يثابر يعمل هالتمرين. أنا صغير بيناتكم ومتفائلين بوجه خير كبير، بس الخير ما رح يجي مني. صدقوا أنه الخير ما بيجي غير من ربنا، آمنوا فيه. ما فينا نحنا، نحن خدام بسيطين مثلنا مثلكم. آمنوا بيسوع، اركعوا وصلوا ليسوع، هو بيقيم الأموات، هو بيقيم المقعدين، هو بيدردش معنا وبيسألنا شو باكم، شو فيكم، شو معتازين، ليش ما عم تقدر تتحرك، بيقعدنا على المقعد وبيعلمنا. هيدا المثال الصالح في الكنيسة، ربنا يسوع، تعليم الكنيسة، حياة الكنيسة، الخدمة في الكنيسة. نحن كلنا سوا نتعلم لحتى ننمى بهالشي هيدا. يعني نعمة الله كبيرة، كبيرة كتير، وهو بيلاحظ حياتنا كلنا سوا. حي هو مثل ما بيقول إيليا النبي، حي في حياتنا، في حياة كل واحد منا، المسيحي وغير المسيحي، اللبناني والسوري، الأرجنتيني والفنزويلاني، كلنا سوا. وما بس من 200 سنة و2000 سنة، من وقتها هو خلق البشرية كلها سوا لحديث النهار اللي بده يتمجد هو فيها كلها سوا. وأنا شاكر أنه كنيستنا الأنطاكية عم تتعلم وعم بتجاهد وعم بتصلي وعم تركع وعم ترفع الأيدي، وما رح تستسلم ولا ممكن تستسلم.
مش لأنه نحن جبارين، بس لأنه نحن مؤمنين. قوتنا جاية من إيماننا، منا جاية من شيء تاني، لأنه منعرف أنه يسوع هو اللي بيضمننا. نحن ما فينا نضمن شيء، هو يضمننا، نحن منعتمد عليه، وهون قوتنا. وهيدي القوة اللي خلت عبر التاريخ هالكنيسة ما بس تكون صامدة، ما بس تكون صابرة، هي شاهدة. وقتا منقول شاهدة معناتها في نور كبير موجود، موجود بالموجودين على هالأرض هوني، بس كمان موجود بهالولاد، بهالأبناء، بهالشبان، بهالأهل اللي اضطروا أن يروحوا لبرا. ما في شيء فرق بين برا وبين جوا، كلنا واحد، شهادة واحدة، نور واحد، قيامة واحدة. وهالشي بيعزي ربنا لدرجة كبيرة، بس أنا بعتقد بيعزي بالأكثر الإخوة بين بعضهم البعض اللي محتاجين لتعزية. أنتوا محتاجين لتعزية، بالأرجنتين محتاجين لتعزية، المهجرين محتاجين لتعزية، السياسيين محتاجين لتعزية، أصحاب المال والفقراء محتاجين لتعزية، كلنا فقراء محتاجين للتعزية. خلينا ندور عليها، خلينا نطلبها، خلينا نركع قدام ربنا ونشكره أنه رح يعطينا، وأكيدين أنه رح يعطينا. نشكر الرب يسوع على نعمته وعلى عطيته وعلى نعمة روحه. آمين.